السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا وياكم تكملة الدرس. تكملة الدرس نجي نشوف شو الشغلات. طبعا انا عملت فتشي ريفرش، اوكي يشتغل، لكن ضيعنا الجامبوترون. anyway احنا شنو الشغلات اللي ممكن نعملها؟ لاحظ انا ايضا بالفيو انا اللي عرفته هو كان الكونتاكت اس، صح؟ هنا ايضا ممكن اعرف ال تايتل الاين سنتر. يعني فور اكزامبل لو اجي اسوي متغير، مثلا هذا المتغير هو اسمه تايتل علي جي ان، خوش طريقه هاي سنتر، حيساوي لنا مثلا ترو. اوكي حيساوي لنا ترو. استطيع انه يابا والله عرفنا، استطيع انه اجيب الكونتكست. في الكونتكست كل اللي احتاجه انه نفسه، هذا نفسه اللي هو المتغير هذا اجي اعرفه هنا، اوكي، في هذا القاموس الديكشنري. فطبعا هنا كنترول زي لازم نخليها داخل تكست، بعد ذلك نجي نعمل لا يساوي نفسه هو تايتل فاريزا، تايتل الاين سنتر يساوي للتايتل الاين سنتر، نرفع هذا فاريزا. جميل. سوري فاريزا هذا الشكل زين. شنو الخطأ هنا؟ الخطأ انه احنا عملنا يساوي ومفروض هذا الشكل. حلو حلو، لو اجي اعمل ريفرش انيبل، جميل جدا يشتغل عندي الكونتاكت. اوكي حتى اثبت انه هذا له تاثير، حتى اثبت انه هذا له تاثير مفروض من عندي انه لو هذا عملته فولس يذهب الالاين سنتر. يعني كل اللي احتاجه انه طبعا لازم بالبدايه اجي ارجع للفورمز. في الفورمز شنو الشغلات المفروض انه اغيرها حتى اعمل التكست الاين؟ انه عندنا وقت، انه هنا طبعا هو عايد للتايتل، ففي التايتل اقدر شنو الشغلات اللي اسويها. التكست الاين اشيله، ما احتاج انا بعد تكست الاين، فقط اضيف هنا تمبلت. هذا التمبلت اكتب فيها if التايتل، if title علي جي ان الاين center then if title align center شكتب هنا text علي جي ان align center. اوكي وراح يبقى عندي شنو انه اغلق ال if statement. طبعا انت حر باختيارك الطريقة، يعني هاي اكثر من طريقة يعني ممكن تتبعها. فنعمل end if، جميل هنعمل end if. خلينا نجرب مرة أخرى، refresh refresh nothing happened. اوكي معناته انه احنا دي يشتغل عندنا. جميل هسه مفروض انه احنا عندنا ال if text align، هاي ما اعرف منو دي يدق على الحائط، هاي مشكلة الشقق. تجي هنا ال text align احنا عملناها في الهوم، عفوا في الفورمز احنا عملنا تكست الاين، فالمفروض من عندنا انه في الفيو لو جينا هذا الترو اللي هو يظهر لنا السنتر، خلينا نعمله فولس. فولس لو اجي اعمل مره اخرى ريفرش ريفرش، لاحظ الكونتاكت اس اجا وين؟ هنا ما بقى نو مور ان سنتر. لاحظ هو مو في السنتر، اجا هنا، احنا نريده في السنتر، فحتى نعمله في السنتر هذا لو ترجع على ترو، خلونا نشيك مره اخرى، لاحظ هذا هنا، اوكي؟ اعمل ريفرش، لاحظ كونتاكت اس اجا في الوسط. اذا قدرنا نخلي الابلكيشن هو يتحكم في اللي عن طريق متغير، عفوا تايتل الاين سنتر، اذا عملناه فولس راح يضيع من عنده خاصيه ال alignment اللي هو في السنتر. لكن
طبعا احنا وصلنا لدعاية الدرس حتى نشوف شنو مشكلة جون باترون ونرجع لكم مرة أخرى، لأن نقول لك مع السلامة.